وبإشارة من عمران التف حولي الحراس وأخذوني بينهم حتى وصلنا إلى سيارة باصات كانت تقف بالمدخل، فأركبوني بالكرسي الخلفي بالوسط وركب الأسودان بالجانبين وانطلقوا والجميع صامت حتى وصلنا لمقر السفارة الإيرانية بشارع الجمهورية. وفي الشارع الذي بعد السفارة دخلت السيارة ودخلت فينا فيلا على اليسار، وهو مقر شركة الفاو للنقل البحري التي يمتلكها هانيبال بن القذافي، وتم إنزالي إلى صالة كبيرة يظهر أنها فعلا شركة وبها مراجعين، وفي نهايتها باب فخم يجلس بجواره رجل ذو شعر شائب بالكامل يناديه العمال الحاج علي. وعند سماعي أذان العصر تعشمت فيه خيرا، فقلت له بالله يا حاج علي نبي مية بنتوضى العصر إذن، فرد علي بحقارة الصلاة متاع أمك تنساها مدامك هني. هذا الحاج علي اللي شعر شايب اللي جالس في باب هانيبال القدافي، ما شاء الله الطيور على أشكالها تقع، الشعب الليبي هذا اللي توى بكل تأكيد الحاج علي وصغاره الله أعلم وعائلته أكيد يسبوا في فبراير، لأنه إذا كان أبوهم هكي شن تبي يطلعوا. ثم قال لشخص آخر هذا يبي حتى يصلي هيا دخلوه بسرعة، فأدخلوني لصارة كبيرة بها شاب طويل يربط شعره بشريط أحمر مسترو، فتفوه بسب الجلالة لعنه الله. ثم قال لي يا نعاجي أنا الكابتن هانيبال، يعني اللي سب الجلالة هانيبال اللي الآن الدنيا مقيوبة يبوا يجيبوه من لبنان. هذا مش كلامي، هذا كلام الأستاذ صالح النعاجي، الأستاذ النعاجي مدير مصلحة التسجيل العقاري شيء رعش. شاب طويل يربط شعره بشريط أحمر مسترو فتفوه بسب الجلالة لعنه الله. ثم قال لي يا نعاجي أنا الكابتن هانيبال كابتن أعالي البحار، وحتى أسماك القرش والحوت الأزرق تطيع أوامري، ثم تأتي أنت لتعصي أسيادك. فلم أرد عليه لأن الجدال مع هذه الأشكال سفاهة وقلة أدب. المهم أنه لم ينتظر ردي بل عجلني بعصا كهربائية كانت بجانبه، لسعني بها أسفل رأسي بالضبط مركز التقاء شرايين النخاع الشوكي بشرايين المخ، فلم أعد أذكر إلا أنني في قبو تحت الأرض والجلادون يتبادلون علي بالصياط. ثم جاء شاب وأضاء مصباح وسط القبو ثم سلمني فراش ووسادة لأنام، فعرفت أن الليل قد حل.